الاسلام بس نذكر الاسلام هي شنو؟ لاكو في راك وطن جروب ال بي سي تذكر في هذا؟ ايه نبدا بايش؟ التراك فايتون والرب اللي هي كورس بايش؟ اللي هي هذا هو الستاند بريبريشن ستاند سكين سكرابينج ستاند باي لاكو في راك وطن جروب تمام؟ في هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا مش هم ثلاثة؟ ايه صح نعم احنا بنشوف تو تايبس اوف اي سيكشوال سبورتس وبنذكر كويس ان المايكرو كونيديا و ماكرو الماكرو كونيديا المايكرو كونيديا والماكرو دوز ار اي سيكشوال سبورتس يوجوالي فاول ات ذا اند اوف ذا هايفي النهاية بالذات الماكرو الماكرو كونيديا بتوجد في نهاية الهايبر الهايبر هو الخيط ده كده النهاية بتوجد الماكرو كونيديا الماكرو كونيديا بتكون متفرقة موجودة واضح شباب إذا في الثلاثة هؤلاء أنا هشوف إيش الشكل بتاع المايكرو والماكرو كونيديا هتلاقي الكشف كاركترستيك دي إس دي إي معايا بالنسبة للفايتو رقم هي اكثر انواع في الدرماتوفاز على الاطلاق عندها قبل 17 انه عندها مايكرو كونيديا اول ما تلقى كميه من الاشياء الصغيره هذه هنا كويس معاها كميه كبيره من ايش؟ المايكرو كونيديا اساسا واضح؟ طيب نشوف المايكرو كونيديا اللي هي بتقع في نهايه الهاي هذه الهاي صح؟ في نهايه ايش؟ هذا هو الماكرو كونيديا. عندما قلنا abundant iron arranging crystals. رابع moderate number of smooth thin wall melt septate cylindrical shape. شكلها هو قوانين ومقسمة. بس. بس قوانين الشيب. ليش؟ بس مقسمة تقسيمات كثيرة. هذه المايكرو كونيديا كلها هي الحاله الصغيره هذه هي كميه كبيره صح؟ المايكرو كونيديا راح تصير اسطوانيه الشكل صح؟ بعد ذلك لو شايفين ايش؟ اصلا واضح؟ سيمبل تو بيرز وين نخش شمال؟ مايكرو كونيديا اما مايكرو كونيديا سلندريكال ويست مرتبه ستين ستين انا مقسم مفصل طيب نجي نقرا عن اس دي اي كونز ار فلات سبايسي ليست وايت فريم سودي لايت دي معناها طبعا ما بتعرفها في زمن ده ما فيش التطابس والمعاجم والقواميس فجيت في النهايه تروح للغزلان قال تفتح جيب الغزال واحد فيهم راح الصيد الباور كلام ده شوف التلفزيون ما في واحد يقول قد اصطاد غزاله غزالة حلوة عندنا مثل غزالة شديدة أعوذ بالله جبت الغزالة تذكر لما تمشي تلمس جبت الغزالة جبت الغزالة حيوان لكن بس أنا أفعل شيء لاحظ هي من الخارج لونها كريمي ومن الداخل لونها بينكش على ريد كلر طيب يبدأ معلش الالوان يعني لكن لما نشوف باقي يصهر الدرجة الالوان نعم نجي للمايكروسبورم كاينس اللي هي كوزا فوق كابسل المايكروسبورم مايكرو كونيد ايش؟ ما في لاحظ ما في اي نقاط صغيرة هنا صح؟ لا كده؟ دي خلاص اذا وجود مايكرو كونيد كثيرة دي ميزة بتاعت التلفزيون ورا خلاص حتى بدون وصول التواصل خلاص؟ يعني ما فيها مايكرو مايكرو كونيديا قال بريدومينت لارج مالتي سيلولر سبندر شيب ستراكشر برون سلايد اون ذا اند اوف ذا هاي هي سبندر شيب مخزنيه شيب مخزنيه معناها عظيم الوسط وغطران مستجد سبندر شيب اذا فيري ايزي تو ايدنتيفاي المايكروسبورم كاينس
كان لمعلوماتكم المعلومة أنا ما حاضر ولا أوصف لي هذا. أقول لك إيش هذا؟ أنت تستفيد من المعلومة اللي أقول أنا إلى التواليت تفاعل. جيب لك صورة زي دي أقول لك عايز تفاعل يشرب. أقول أيوة ما في مايكروفون. هذه ليست مايكروفون. وبعدين بتاع شكل هواكي كده وعايز أوصف لك حد الأرقام هي في الغالب تكون دي ما كنت عنده فوق ما بريسبور واضح؟ واضح شباب؟ أنا ما حاول أوصفها الاستيم الاستيم أقول لك كل المعلومة الاستيم كل واحد اللقطة في مرة تخلوه طيب برضه هذه الكشة المميزة دي لاحظ فرق بين هذا اللي في قبلها فرق واقف صح؟ صح كل مقسم كل دي كل عبارة عن كل واحدة حصلها ايش؟ تشبه الشمس كده كان أفلاك إسباني واي كفاية مكرر يستنس كوتون سنتس أجل أكتوب أفتكر شو تقول أيه أكيد بس which may show some radial grooves radial grooves ليش؟ grooves يعني خارجية شعاعية واضح؟ ما شكلها واضح كده مش كده؟ أنا ما حاول أوصفها ليه حقولنا إيش هذا؟ خلاص؟ يعني سؤال كمان ممكن أجيبها في درجة الحالة ولا identify this gross تقول لي this is identify the gross identify meaning تقول لي صار بروت الجروس اللي قال يقول لك from where did we obtain specimen من وين من العين وين في السكين إذا الأسكار تقول لي this specimen have been obtained from the scar أول عكس تقول لك this specimen have been obtained from the scar of patient skin from the scar أنا عنده نمبر 1 ايدنتيفاي اللي لك الكشف من اثنين تبغى تطيب وما عارف او دي هو ولا دي اي ام بي مهما اخذت في النهايه الموضوع واحد فقط انت تلعب الالفاظ بس لكن فكره واضحه عن الجواب صح؟ فقع عندنا النوع الثالث اللي هو شيء من الفايت اوف الكوزم الفايت اوف الكوزم اللي هي قلنا اخذتها من خطه من الطفل لاحظ برضه مختلفة خالص عن الباقي صح؟ الأولى الماكروكوليدا أسطوانية بالشكل والثانية سبيرسونية هي كان على بير شيب بير شيب يعني ايش؟ بير أشبه الخوف أو الكوميثر البير شيب يعني شو مصور في بالك؟ هي معتمدة البير شيب كيف شكل الكوميثر؟ ومش تحكي على بير شيب كيف هو البير زي الكمثرة ما هي من القاعدة وماشى مستدقة إلى الطرف يعني عندها طرف عريض طرف مستدق أي تلقوا أي شيء خفيف في البيولوجي ومتى في شيء طوالي معناها عندها جزء عريض وجزء أقل هذه هي شايف الجزء الكريم في الرأس الهايفي هو وماشى اللي فوق عريض إذا الفرق بين الثلاثة سبورت واضح جدا مش كده؟ هذيك اسطوانية هذا عليه موصل وهذه بير شيب عريضة يعني منطقة على الهايفي صغيرة شوي لكنها ماشية لقدامك كبيرة شوي بايو هذا مش كده؟ واضح الكلشر بتاعه برضه واضح شديد هي عندها كروس كولر جميلة زي واحدة لكنها ايش؟ شيء غريب على الاطراف لو رجعنا قبلها هي تقريبا مستديره مش كده؟ لكن هذا ايش؟ شاعر شيء غريب على الاطراف كل ار يوجوالي سلو جروين جرينش براون اند كاكي ما في كاكي عربي اسمه كاكي كاكي بالعربي ايوه هو اسمه ما يكون سميتها المكان المعرفة كاكي كاكي هي
اسمع كلمة ماخوذة من كوربي، يعني لو كان فاهم من الشباب التمانية، لما كوربي سبيكي صار كان مبدع فيها. لو اسم الكاكي معناها يعني الصوي لون التراب، أو يشبه لون الشاي باللبن. لا بخص العمر شاي باللبن شاي الحليب اي شاي الحليب. طبعاً لما تبدو العالم اللبن هو اللبن، أنت مش اللبن الحين لا شيء. بس المهم الكاكي كلر أنا حبيت أجيب كلمة كاكي دي لأنه مسموعة كثير ومعروفة كثير. وإيش هالحاجة الكاكي اللي هو اللون بتاع الزي العسكري لون بشور عساكر صح. تعرف مش عارف ليش حاجة شيشة بس. والله شباب كنت مبدع فعلا واو. مايكرو فلاري مايكرو فلاري مايكرو كيني كوني مايكرو organizers. هم الملائكة أنا قاعد.
الأشياء هنا تلقى بوكس أربعة سنوات مرات تلقاها متصلة مع إيش؟ مع المذر سيل. واضح شباب؟ واضح إنه تبغى مع ماي ولا واضح؟ مثل عم تكلم إذا نزرع في سهرتي شلون تقال كان من الدوز بتاعه مختلف خالص عن الجماعة الباقية صح؟ ومع الضوئية الكونز هاي كورو صح؟ كبيرة خالص هنا كان عندها كونز تشبه الكونز بتاعت الكونتية صح مش كده؟ تشبه الكونز بتاعت الكونتية كويس؟ إذا جبت كشف زينية وذكرت حاجة بخصوص عن جاي اسمه صحيح الوطس؟ كان دي كان واضح شباب؟ إذا جبنا واحد من الثلاثة هو أي أفتكر من هو وضع صحيح الشباب هنا فلنصبح هنجيبه لأنه هو أكثر تعبيرا من كويس كان ده واضح أي إيس أنا أجيبه وهي مكان بكون ضعف بلاش سبيشال إذا جيت معاه كيس سيناريو في حالات السيوديشن كان ديس لأنه كان زوجي تكون في حالات ثانية في دوري فيش واضح؟ هذا ما لازم يضحك والسلام عندنا سطايا سنة أرواح مشوشوها